بسم الله الرحمن الرحيم، حنكمل باقي المحاضرة السابقة. طبعا في المحاضرة السابقة حكينا عن النيكروسز، وخذينا الديفينيشن اوف نيكروسز، وبدينا في التايبس. حكينا عن الأول نوع اللي هو الكواجليتيف نيكروسز، بعدها خذينا الليكويفاكتيف نيكروسز، بعدها حكينا على الكيزياس نيكروسز والفات نيكروسز والفيبرينويد نيكروسز، ووقفنا عند الجانجلياس نيكروسز، او بما يتعرف عليه اللي هو الجانجرين، نحن نقولولها باللغه العاميه بتاعتنا اللي هي الغرغرينه. لو اننا بنعرف الغرغرينه او اللي بنعرف الجانجرين، الكلمتين اللي قدامكم فقط لا غير. لو جاك حد في الاورال قال لك عرف لي الجانجرين، بتقول له هو عباره عن ماسيف نيكروسز زائد بيترفاكشن. ماسيف نيكروسز بالاضافه الى بيترفاكشن، هذا هو تعريف الجانجرين. لا تزيد لا تنقص عليه. انا بعد قلت لكم ماسيف نيكروسس، طبيعي بتقول اصلا هو نحن نحكي على النيكروسس، ونحن انت عرفت لنا المحاضره السابقه تعريف النيكروسس، قلت لنا هو عباره عن ديث اوف جروبس اوف ذا سيلز، صح ولا لا؟ معناها امورنا تمام، ماسيف نيكروسس فهمناه. ب شن الحاجه اللي تميز الجانجرين على الانواع انواع النيكروسس السابقات، اللي هي الكلمه هذه اللي هي البيترفاكشن. ان ان جماعه الجانجرين او الجانجرس نيكروسس عندها ميزه معينه يقولوا لها البيترفاكشن، ان الليمبس او السيلز يصير فيهم جانجرين يصير لهم في كيف التعفن. بعد ناخذ نحن التايبس اوف الجانجرين حتفهموا الكلام اللي نقولكم عليه. انا لو بنعرف شنو السبب بتاع الجانجرين، شنو الحاجه اللي ادت الى الجانجرين، بنقول لك لو 90 او 95% من الجانجرين كان السبب بتاعها اسكيميا. تمام، 90 او 95% والموست كومن كوز اوف الجانجرينس نيكروسس اللي هو الاسكيميا. تالي سمعناها نحن الاسكيميا في بعض التايبس اوف نيكروسس، صح ولا لا؟ في الفيديو السابق حكينا على الليكويفاكتيف وحكينا على الكواجليتيف نيكروسس. تو هنا تو جبت لكم الاوراق في الفيديو السابق. تو هنا في الكواجليتيف نيكروسس شنو قلت لكم؟ ان المين كوز ان الاسكيميا ادت الى ديكريس في البلاد سبلاي، ديكريس في الاكسجين ادت الى النيكروسس. كذلك في الليكويفاكتيف نيكروسس هنا قلت لكم ان المين كوز هو اسكيميا، ادى الى ديكريس في البلاد سبلاي وهيبوكسيا، صح ولا لا؟ لكن في الكيزياس والفات نيكروسس ما حكيتش عليه. ان الكيزياس خذيت لكم مثال الجرانيولوما اللي هو التي بي، وفي الفات نيكروسس قلنا يا اما انزيماتيك يا اما تروماتيك، صح ولا لا؟ لكن الاسكيميا خصينا بها الذكر اللي هنا الكواجليتيف نيكروسس والليكويفاكتيف نيكروسس، صح ولا لا؟ لو يجيك حد يقول لك باي تمام يا دكتور، مدام هو الاسكيميا هو المين كوز اوف جانجرين، معناها انا هنا نلاحظ شنو؟ ان الجانجرين هنا عباره عن خليط، تكون عباره عن كواجليتيف نيكروسس بالاضافه الى ليكويفاكتيف نيكروسس بالاضافه الى الميزه اللي ميزنا بها النيكروس سوري اللي ميزنا بها الجانجرين على باقي الانواع هي البيترفاكشن. صح ولا لا؟ فكاني انا بعد درت خليط ما بين التو تايبس اوف النيكروسس هذينا مع البيترفاكشن تعفن، الثري كريتيريا هذينا تؤدي لي الى الجانجرين. تمام، فهمنا الفكره. خذينا الديفينيشن اوف الجانجرين، وخذينا المين كوز اوف الجانجرين. طبعا مش الاسكيميا بس، في اسباب اخرى حناخذوها ان شاء الله في سياق الفيديو هذا. تو خذينا الديفينيشن كيف ما قلنا، وخذينا الكوز، نبي نعرفوا التايبس اوف جانجرين، شنو هن انواع الجانجرين. الجانجرين قال لك كم نوع؟ هن عباره عن 4 تايبس، نكتبون 1 2 3 4. اول نوع من انواع الجانجرين اسمه دراي جانجرين. النوع الاخر اسمه ويت جانجرين. في نوع اخر اسمه الغاز جانجرين. واخر نوع من انواع الجانجرين اللي هو الانفكتيف جانجرين.
نحن في الفيديو هذا حنحكوا على بالنوع، حنحكوا على الدراي جانجرين، حنحكوا على الويت وعلى الجاز والانفكتيف، وكي حنشطبوا الجانجرين بالكامل. تمام، تو خلينا نحللوا الاسم كل نوع. نبدأ بالنوع الاول اللي هو الدراي جانجرين. تو ترجم لي كلمه دراي، شو معنى كلمه دراي؟ معناها جف، صح ولا لا؟ به، نرد تو هن على الكواجلاتيف والليكويفاكتيف. في الفيديو السابق مش قلنا الكواجلاتيف نكروسس يتميز انه يصير لي نكروسس اوف ذا سيلز، لكن السيلز تقدر محافظة على نفس الاركتكتشر. وقلت لكم الليكويفاكتيف انه شنو يصير للسيلز بعد يصير لها نكروسس، ترمض وتقدر الشكل نتاعها يلمع كيف السائلة، كيف الجلي، صح ولا لا؟ بما أن يا دكتور أنت قلت لنا أن الجانجرين هي عبارة عن خليط بين الكواجلاتيف والليكويفاكتيف كريتيريا، معناها أنا بنستنتج أن الدراي جانجرين، بعد نقول أن الدراي جانجرين معناها الجانجرين هذه حتكون نوعها جافة، معناها حتكون نسبة الكواجلاتيف نيكروسس كريتيريا أو الكريتيريا متاع الكواجلاتيف أكثر من الليكويفاكتيف، صح ولا لا؟ لأنها دراي. ففي الدراي جانجرين هتجد هيكون الكو اجلوتيف نيكروسس مور ذان ليكويفاكتيف. صح ولا لا؟ نجي النوع اللي بعد اللي هو الويت جانجرين. شنو معناها؟ استنتجوا انت معناها حتكون العكس، لان ويت شن ترجم لي كلمه ويت معناها مبلله، صح ولا لا؟ معناها حتكون نسبة أو الكريتيريا متاع الليكويفاكتيف أكثر من الكواجلاتيف، فحتكون هنا في الويت جانجرين الليكويفاكتيف نيكروسس حيكون أكثر من الكواجلاتيف نيكروسس. تمام، هذه مقدمة في التايبس فقط. نديروا ريفيجن سريع قبل ما نبدو بكل نوع نحكو عليه بالتفصيل. تمام، قلنا الجانجرينيس نيكروسس او الجانجرين، وخذينا الديفينيشن تاعها اللي هنا قلنا عباره عن ماسيف نيكروسس بالاضافه الى بيتروفاكشن، اللي هي الميزه تميزها لباقي الانواع السابقه اللي هنا اللي خذيناها الفات والفيبرينويد والكيزياس والكوجنيتيف والليكويفاكتيف. وقلنا نحن ان اكثر من 90 او 95% او المين كوز اوف الجانجرين اللي هو الاسكيميا. وما دام نحن قلنا اسكيميا، معنى الاسكيميا ذكرناها نحن في الكواجلاتيف نيكروسس والليكويفاكتيف نيكروسس، قلنا الاسكيميا تؤدي الى، ممكن تؤدي الى الكواجلاتيف نيكروسس، والاسكيميا ايضا ممكن تؤدي الى الليكويفاكتيف نيكروسس. وبما ان الجانجرين 90% منها الكوز نتاعها اسكيميا، معناها ان حنلقوا الكريتيريا نتاع الكواجلاتيف اللي قلنا عليه في الفيديو السابق، والكريتيريا نتاع الليكويفاكتيف قعدت في الجانجرينس نيكروسس، بالاضافه الى الميزه اللي تميز لي او السبيشال، بس الميزه دي سبيشال فقط في الجانجرين اللي هي البيتروفاكشن. واتفقنا عليها القصه دي، صح ولا لا؟ خذينا الديفينيشن وخذينا الكوز، نبي نعرف تو التايبس في الجانجرين. قلنا الجانجرين هي عباره عن فور تايبس، يا اما يكون دراي جانجرين، ويت جانجرين، جاز جانجرين، او انفكتيف جانجرين. قلنا اللي هو دراي جانجرين اللي هي الغرغرينه الجافه، صح ولا لا؟ قلنا معناها هي جافه، معناها تكون الكريتيريا اوف الكواجليشن اكثر من الليكويفاكتيف. والويت جانجرين اللي هي الغرغرينه المبلله كيف ما نقولوا باللغه العربيه، انها حتكون معناها الكريتيريا نتاع الليكويفاكتيف اكثر من الكريتيريا نتاع الكواجليتيف. تمام، تو حنجيو ناخذوا دراي جانجرين نحكوا عليه شويه ونفهموه اكثر واكثر. حنحكوا على بعد على الويت، بعد الويت جانجرين حتى هو نحكوا عليه شويه ونعرفوا عليه التفاصيل ونفهموه اكثر واكثر. وكذلك الجاز جانجرين حناخذوه، والانفكتيف جانجرين ونكملوا باذن الله الجانجرين. تمام، حنبدأ نحكي على أول نوع من أنواع الجانجرين اللي هو الدراي جانجرين. ناخذ أول حاجة السبب، الكوز، ليش صارت جانجرين. قلنا نحن تو من كم ثانية قلنا المين كوز أوف جانجرين هو الإسكيميا، فمعناه أنت بتجي بتقول لي شنو هو الكوز أوف الدراي جانجرين، بتقول لي هنا إسكيميا. يعني عندنا هذا البلد فيسلز بتاعنا صار له اكلوجن ادت الى اسكيميا، صح ولا لا؟ شن المعلومه الوحيده اللي خدناها اللي عند توا على الدراي جانجرين؟ اللي هنا نسبه الكو اجلتيف نيكروسس حتكون مور ذان ليكويفاكتيف نيكروسس. توا انت فكر بينك وبين عقلك، اي حاجه تؤدي الى اسكيميا ممكن تؤدي لي الى دراي جانجرين. ترى سموا معي
لو قلت لكم من ضمن الأسباب تراي جانجرين ثرومبوسس، نقول لك صح ولا لا؟ بتقولي صح، لأن الثرومبوسس حتسكر لي، حتسكر لي بلد فيسل ويصير لي كاتنج للبلد سبلاي، وتؤدي مع الوقت إلى اسكيمي، والاسكيمي تؤدي إلى جانجرين، صح ولا لا؟ به الثرومبوسس مش ممكن تدير لي امبوليزم، صح ولا لا؟ شو معنى الفرق بين الثرومبوسس والامبوليزم؟ الثرومبوسس هي جلطة انشأت في الارتري نفسها، يعني الجلطة بدأت تنشأ في الارتري نفسها، لكن لو ان الثرومبوس اللي متكون في الارتري يعني خذت منها قطعة بسيطة او شقفة بسيطة ومشت في السيركوليشن وعدت سكرت لي ارتري اخر، معناها الجلطة اللي تكونت في الارتري الاخر ما كانش المنشأ نتاعها الارتري هو نفسه، هي بالعكس جايتها من ارتري واحد اخر، فالحالة هذه نسموها فيها امبوليزم. فالثرومبوسس والامبوليزم ممكن تؤدي الى اسكيميا او لا؟ تقول لي اكيد اوف كورس حتؤدي الى اسكيميا، وبما انها تؤدي الى اسكيميا فممكن تؤدي الى جانجرين. اعطيني سبب اخر، في ديزيز هناخده ان شاء الله قدام اسمه ثرومبو انجايتس اوبليترانس، تو احفظوا الاسم بس هنقول لكم عليه كلمتين ثلاثه، لكن بعدين خلوه في وقته، يسموا فيه ثرومبو انجايتس بليترانس. شو معنى ثرومبو انجايتس او بليترانس؟ كلمة انجايتس جاي من انجيو، جاي من بلد فيسلز، وثرومبو معناها كيف الثرومبس، هذا عبارة عن انفلاميشن. الثرومبو انجايتس او بليترانس هذا عبارة عن انفلاميشن حيصير لي في السمول بلد فيسلز والانترميديت بلد فيسلز، يعني هذا انفلاميشن يصير لي في الوول مثل الفيسلز اللي هنا سمول او الانترميديت بلد فيسلز، نتيجة الانفلاميشن اللي صار حتكون ثرومبس. الثرومبس قطعت البلد سبلاي فأدت إلى اسكيميا، ودي ما تكون في الأطراف، فتلقى أشخاص هذوما تلقى عندهم ألسر تمام ديما في أطراف صوابعهم، في التويز، في اللور لمب، تمام، هذه المميزات بتاعتها. فهذه هي الثرومبو أنجايتس أوبليترانس باختصار، يعني اكتشافها عالم طبعا سماها باسمه، فيسموا فيه بيرجرز ديزيز. تمام، فهمنا هي شنو هي الثرومبو انجايتس بليترانس، فممكن تؤدي الى اسكيميا ولا اكيد حتؤدي الى اسكيميا، بما انها ادت الى اسكيميا معناها حتؤدي الى جانجرين في النهايه. بك الحاجه الرابعه اللي ممكن تؤدي الى اسكيميا حاجه اسمها السيرجيكال ليجيشن. كلمه ليجيشن معناها ربط. تو في العمليات قاعد تحضروا انتم، خشوا على اليوتيوب واحضروا اي عمليه، تلقى مثلا السيرجن بعد بيفتح سكنوني ما فيش اي بلد يطلع، صح ولا لا؟ مثلا لو شخص بيدير عمليه على الثايرويد جلاند، بيدير ثايرويدكتومي او بيستأصلها او بيدير اي حاجه، مش تو الثايرويد مثلا، هذا اكزامبل بس، جايتها بلود فيسلز يغذن فيها، فانا كجراح خاش بنخدم الثايرويد، انا بنقص كميه البلد سبلاي اللي جاي الثايرويد، مش نخدم اللي راحتي، مش ما جاتش في بلد واجد. فشنو يديروا جماعة الجراحين قبل ما يبدا العمليه؟ يفتح ويدير لايجيشن، يربط بعض البلد فيسلز، يربطهم باش ينقص من كميه البلد سبلاي اللي ماشيه للاورجان. فهذه في العمليه يسموا فيها، تاخذوها في سنه خامسه باذن الله في السيرجري، يسموا فيها السيرجيكال لايجيشن. انا لو خليت ارتري وربطها معناها قطعت البلد سبلاي، مش حتؤدي الى اسكيميا ولا لا؟ فكل هذه الاسباب هذين حيؤدن الى اسكيميا، وفي اسباب اخرى، لكن انت ديما افهم ما تحفظش. لو انت حافظ والله ما انك تجاوب، مش حتجاوب، لكن لو فاهم حتجاوب. تو زمان ذكرها في السنه هنا اللي امتحاناتنا في السنه الثالثه، جابوا سؤال حتى وقالوا سكيو واحد من الاسباب الاتيه يؤدي الى اسكيميا او يؤدي الى جانجري، تمام، حاطين الثرومبوسس، حاطين امبوليزم، وحاطين السيرجيكال ليجيشن، تقريبا خمس اجابات، وحاطين كومبريشن باي كانسر، وحاطين نان، تمام. يقول لك اختار الاجابه الخطا، فالجماعه اللي حافظين حفظ دغري اختاروا كومبريشن اوف ذا كانسر. ليش؟ لان هم حافظين، فالحين جيت الجامعه لاقين من ضمن اسباب الدراي جانجرين ثرومبوسس امبوليزم والسيرجيكال ليجيشن والبرجر ديزيز،
ومش لاقين كلمة compression by cancer، فقالوا هذه أكيد هي الخطأ واختروها. لكن اللي فهم لو مثلا أنا عندي artery، هذا artery تمام، وفي organ جنبه صاير فيه cancer، هذا organ صاير فيه الكانسر، هذا هي عبارة عن ماس أو أي ماس مش شرط كانسر، شن دارت ضغطت على الأرتري من برا فصار external compression، فأنا كأني صفطت الأرتري هيك. شن درت أنا بس صفطت الأرتري، درت compression ضغطت على الأرتري، البلاد معش مشى فأدت إلى إسكيمي، إسكيمي تؤدي لي إلى جانجرين، صح ولا لا؟ فتعتبر الإجابة صحيحة مش خطأ. الإجابة الخطأ أعتقد نن، لأنه هو قال لك اختار الإجابة الخطأ، نن معناها ولا واحدة من السابقات وهي خطأ، من السابقات كلها نديرة، فهذه تعتبر الإجابة اللي هي المفروض يختارها. فوجدين قال له سؤال صعب مش عارف شنو، لكن أنت بعد تقعد فهم مهما يجيب لك كوز أنت فكر في الكوز اللي جايب لك قدامك، هل يؤدي إلى إسكيميا أو لا؟ لو يؤدي إلى إسكيميا دغري حتكون إجابتك صحيحة، أو دغري معناها حيؤدي إلى جانجرين، لو ما يؤديش إلى إسكيميا في اللحظة دي حاجة أخرى، تمام؟ فأنا بعد نذكر لك أي سبب آخر من ضمن الأسباب هذين المهم يؤدي إلى إسكيميا في النهاية بكرة، تمام؟ لو أنتوا الأمور 100% به. لكن بنقول لك حاجة، الإسكيميا اللي بتصير اللي بتؤدي إلى دراي جانجرين قال لك حتكون جرادوال إسكيميا، ركزوا لي في الكلمة هذه جرادوال إسكيميا. تو كان الثرومبوسس أو الإمبوليزم مثلا، ثرومبوس أو ما بتتكون في الأرتري، ثرومبوس أو ما بتتكون في الأرتري حتتكون في بدايك، بعدين تبدأ تكبرك، بعدين تبدأ تكبرك، فالنقص في البلد سبلاي، فالنقص في البلد سبلاي على الأورغانز اللي ماشيلها الأرتري هذا هيكون تدريجي. يعني في البداية مثلا كان الأرتري سليم ما فيش ولا حاجة، البلد كان يمشي بنسبة 100%، السكر حاجة بسيطة قاعد البلد يمشي بنسبة 90%، زاد السكر أخرى قاعد يمشي ب70%، السكر أخرى 50%، وهكذا. فالنقص أو الإسكيميا كانت جرادوال، فالجرادوال إسكيميا هذا هو اللي يؤدي لي إلى دراي جانجرين، تمام؟ حطوه في بالكم هذه، مش بعد ناخده الوت جانجرين نقول لك ليش قلت لك أنا جرادوال، تمام؟ وأغلب الإسكيميا تكون جرادوال تكون في البريفرال، ليش؟ يعني مثلا وخاصة في اللور لمب، لأنها تعتبر أبعد مكان على الهارت، أنت الهارت هنا كيف المضخة يضخ في البلد، فديما الأرترز اللي هنا قريبات من الهارت يجين البلد قوي، لكن الأرترز اللي بعاد حيين السرعة تكون أضعف شوية، فالريسك أوف ثرومبوس ديما تكون في البريفرال فيسلز وخاصة في اللور لمب، فدراي جانجرين ديما تكون أكثر في اللور لمب، تمام؟ قال لك بيش شنو الريسك فاكتور، كلمه ريسك فاكتور حد قبل كان موجود في السيستمك، بعدين كلمه ريسك فاكتور تختلف على الكوزز على فكره، كلمه ريسك فاكتور يعني من هم الجماعه المعرضين اكثر، يعني مثلا بعد يجي يقول لك انا المدخنين او جماعه السكر او جماعه الضغط هم عندهم معرضين اكثر للجلطات والكانسر مثلا في اللنج، لكن بعد يجي بحث ان مش كل شخص هايبرتنسيف ومش كل شخص سموكر صارت له جلطة وصارت له كانسر، في وجين ماتوا ما صار لهمش، لكن هذا ريسك يعني معرض انه يصير القصة. فانا بعد نقول لك من هم الريسك فاكتورز اللي ممكن يخشوا في جانجرين، بنقول لك جماعة الدايبيتس، جماعة الهايبرتنسيف، السموكرز، هذا ما كلهم عندهم هاي ريسك انه يخشوا في ترومبو امبوليزم، والترومبو امبوليزم بطبيعة الحال بتؤدي إلى إسكيمي، والإسكيمي ممكن تؤدي إلى جانجرين، تمام؟ به. يجي واحد منكم يرفع يده يقول لي دكتور بالله أنا لو جتني لم مثلا لق وفيها جانجرين، أنا هل في حاجات معينة نبحثين في اللق ونفرز نقول لك لا هذه دراي جانجرين هذه ويت جانجرين، هل في فيتشرز معينه يميزها دراي جانجرين؟ بنقول لك اكيد مدام صنفوها معناها اكيد في حاجه مميزه فيها، فهن بناخذ عنوان جديد اسمه الفيتشرز اوف دراي جانجرين، انا شنو الحالات اللي نشوفهم بعيني بنقول لك راه هذه دراي جانجرين. خلينا نرسم هنا اللمب بتاعنا، لو هذه مثلا لق تمام، وعندنا هنا المين ارتري اللي ماشي طبعا بعدين بيتفرع الأرتري هذا،
the arterioles capillaries بيغذي لي الهول لك بقى. قلنا نحن شن اسباب الدراي جانجرين؟ اكثر حاجه هي اسكيميا، وقلنا ترومبوس او ترومبو امبوليزم. لو انا عندي انسداد السكر، معناها البلد اللي بينزل هنا اللي كان ينزل طبيعي السكر، معناها صار لي في احتباس في البلد، يعني البلد كاينه بعد هي سكرت قاعد في احتباس في البلد، في بلد قاعد مش قادر يمشي مش قادر يطلع. تمام، به البلد شن فيه؟ هيموغلوبين. الهيموغلوبين فيها نسبة هيم، يعني الهيموغلوبين عبارة عن هيم حديد وغلوبين بروتين مع بعضا كون الهيموغلوبين. شن قال لك؟ أنا قال لك بعد يطول البلد هنا الهيموغلوبين اللي موجود شن بيصير له؟ بيتكسر، بيصير له حاجة اسمها degradation of hemoglobin. شن بيكون لي هذا؟ بيكون لي حاجة اسمها الايرون سلفايد. الايرون سلفايد اللي تكون هذا يبدأ يطلع في التيشوز. تمام، الايرون سلفايد هذا اللي يبدأ يطلع ويترسب في التيشوز، هذا هو اللي يعطيني البلاك كالر اوف ذا السكن. بعد انت تجي شخص تشوف عنده غرغرينه تلقى الميكان اللي صار فيه الغرغرينه اسود. ليش اسود؟ نتيجه الاكيموليشن اوف الايرون سلفايد، فتلقاها بلاك كالر. تمام، فهذه اول فيتشر معانا في الدراي جانجرين انها تلقاها بلاك كالر. الفيتشر الثانيه دي مجموعه الجانجرين تشوفون في المستشفيات، لو انت جيت قرب من المكان اللي صار فيه الجانجرين تلقى بنا بتاعها شينه. مش قلنا نحن من خصائص الجانجرين هي بيترفاكشن، تعفن، فتلقى فيه فاول سميل او باد سميل. ليش صارت الباد سميل هذه؟ ركزوا معي في الميكانيزم هذه. قال لك الخاصيه الثانيه اللي بنحكوا عليها اللي هن شنو؟ اللي هي الفاول سميل. تمام، هذه كيف تصير؟ ليش صارت؟ قال لك صارت باي اكشن اوف، باي اكشن اوف حاجه اسمها سابروفيتيك، سابروفيتيك او سابروفايتيك او فيتيك بكتيريا. تو جديد ممكن طالع عليه علامة استفهام، عارف شنو السابروفيتيك؟ بدا تو الدكتور يقول لنا في حياة غريب كلمة السابروفيتيك بكتيريا. هذا نوع معين، هذا يوصف في نوع معين من البكتيريا. هذه البكتيريا هذه تنشأ في بكتيريا معينة تنشأ في النيكروتيك سيلز. بعد البكتيريا تموت أو السيلز يموت، في بكتيريا معينة تجي على الخلايا الميتة هذه أو النيكروتيك سيلز وتبدأ تتغذى على الديسولفينج أورجانيك ماتيريال من السيلز. هذه وظيفة متاعها. تو كان بعد تو أنت في التلفزيون بتحطوا عليه ناشيونال جيوغرافيك تلاحظوا أن الأسد أو النمر أو الفهد الحيوانات المفترسة الكبيرة هذه هو اللي يفترس الفريسة وهي حية، يجري يجرتها يقتلها ويبدأ يأكل فيها يأكل لأنه يشبع يعدي. بعد يعدي يجن الحيوانات الضعيفة شوية لأنه مش قدرت يخدم الفريسة بنفسه، يخدم في الفضلة كيف ما نقوله من الضباع، من الضباع والثعالب يبدأ يأكل لأنه يشبع حتى أنه يعدل، يجن بعد النسور والصقور يبدأ يأكل ويعدل. نفس الفكرة البكتيريا أو السابروفيتك بكتيريا هي مش اسم بكتيريا، هذا نوع، نوع أنواع البكتيريا. هذه الوظيفة بتاعتها كيف الضباع وكيف النسور في 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 الحيوانات، يجن في الخلايا الميتة ويبدأ نشوفه يأكلن في البقايا بتاعتها، يأخذن في الديسولفينج ماتيريال أو الأورجانيك ماتيريال اللي فيها يبدأ يتغذى عليها. تو أي حاجة أنت يعني مثلا كيف مثلا على سبيل المثال المصانع، مش المصانع تلقى في تلقاها مدخنة كبيرة طلع في دخان طلع في عادم، هذا نتيجة العمل المواكين اللي جوا والطاقة اللي تستهلك فيها جوا تطلع لهاية دخان، صح ولا لا؟ نفس الفكرة البكتيريا هذه أو السابروفيتك بكتيريا بعد جي تاكل الديسولفينج أورجانيك ماتيريا اللي موجودة في النيكروتيك سيلز تبي تطلع فيه غاز. تمام، الغاز هذا يسمو فيه الهيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد، الهيدروجين سلفايد هذا هو المسؤول على الفاول سميل.
تمام فهمت به تو انت يجيك دكتور قلت لنا ان السابرو فيتك بكتيريا هو ماهوش اسم نوع مش اسم بكتيريا هو يوصف في نوع من انواع البكتيريا باش هو الاكزامبل مثلا كيشن هنا كيف شنو البكتيريا هذه في بكتيريا اسمها الباسيلس سبتايلس احفظوا الاسم بس الباسيلس سبتايلس الباسيلس سبتايلس هذه عباره عن بكتيريا يصنفوا فيها تحت السابروفيتك بكتيريا هذه وظيفتها شو تجي تمشي تغري وتجي على النيكروتيك سيلز تبدا تتغذى على الماتيريال اللي متبقيات فيها وتبدا تنتج في غاز اسمه الهيدروجين سلفايد هو المسؤول على الفاول سميل هذا ليش في الشخص الطبيعي ما فيش الفاول سميل هذه ما تكونش الا في الحالات الميته هذه هي ليش انت بعد مثلا حشاك بعد تلقى مثلا قطوس ميت او كلب ميت او اي حيوان ميت معزوق تجيب هاد الكميوم تلقى في بنا شيء مش قادر حتى تخطب معه نتيجة الفورميشن اوف الهيدروجين سلفايد نتيجة البكتيريا البكتيريا هذه بعد تجي تلقى خلايا حية تقول لك لا لا فكني مش توري مش حنقدر نقدم عليه لكن تلقى خلايا ميتة تقول لك اوب هذا هو المطلوب هذا هو اللي انا نبيه تمام فخذينا نحن مش مترخطوش نديروا ريفيجن على السريع خذينا اول تو فيتشرز تميز لي دراي جانجرين قلنا البلاك كلر نتيجه الديجريديشن اوف الهيموجلوبين كون لي الايرون سلفايد فاعطاني البلاك كلر ثاني حاجه قلنا ان الخلايا الميته او النيكروتيك تيشو جنها بكتيريا يسموه فيهن سابروفيتك بكتيريا على سبيل المثال فور اكزامبل الباسيلا سبتايلس تتغذى على الاورجانيك ماتيريال اللي موجوده في السلف فادت الى تكوين حاجه اسمها الهيدروجين سلفايد الهيدروجين سلفايد هذا اعطانا الفاول سمل تمام هذينا اول تو فيتشر باي الفيتشرز الاخرات فيتشر ثالث الدراينس الدراينس طبيعي ان قاعدين نحكوا على دراي جانجرين فاكيد يكون دراينس باي ليش سميناها دراي احنا وليش كانت دراي لان صار في السلز نسبة كبيرة أو هاي فلويد أو ووتر فلويد إيفابوريشن فليش أنا قاعدة الأورغان أو السلز هذين دراي نتيجة أن في هاي ليفل أو في الفلويد إيفابوريشن فعطاني خاصية الدراينس اللي هي تميز بها الدراي جانجرين تمام الخاصية الرابعة والخامسة هذه مهمة جدا 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 في الـ أي امتحان MCQ أورال معمل دي ما يجيبوا فين حاجة اسمها line of demarcation وحاجة اسمها line of separation شن معنى line of demarcation والline of separation لو عندي هذا اللمب تاعي اللي نحكوا عليه من بدري تمام شن جي تلقى انت تلقى فيه طبعا انا مثلا هذا هذا نرسمه مره اخرى هذا البسل تاعنا تمام ومثلا صاير لي انسداد هنا معناها في الطبيعي الايري اللي تحت هذه كلها ما عادش بيوصلها بلد تبدا تموت تدريجيا 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 خلص لعند المكان الانسداد فوق له لان في بلد امور طيبه فحيبدا يتكون لاين اللاين هذا يفصل ما بين شنو وشنو هذا يفصل بين الفايبل سيل او الخلايا الحيه اند النيكروتيك سيلز اللي هي الخلايا الميت فاللاين هذا شنو نسموه فيه نسموه فيه line of demarcation به line of separation كيف توا السلس هنا healthy cells يعني خلايا حية وتحت هذين أنا بمفصل الجانجرين هذين خلايا ميتة فيبدأ شنو الجسم أو السلس يبدأ يكون في كيف الحاجز يعني تخيل أنت مثلا هذين خلايا ميتة وانا خلايا حيه يقول لك لا خلينا نبني سور ندير حاجه مش نمنع التمدد نتاعها فيبدا يتكون في كيف الجرانيوليشن
تيشو او جرانيوليشن سيلز. تمام، يبدا يتكون منين؟ يطلع الجرانيوليشن، ما يطلعش من الخلايا الميته، يطلع من الخلايا الحيه. فتبدا ان تقول اللاين اوف يتكون، حتى تكون لي هي كيف اللاين، يبدا يصير لي جرانيوليشن، يكون لي كيف اللاين. الجرانيوليشن هذا طالع منين؟ طالع من الخلايا الحيه. فتقول اللاين اوف سيبريشن هو عباره عن جرانيوليشن from الهيلثي سيلز. تمام، يفصل حتى هو ما بين الخلايا الميتة والخلايا الحية. لكن ليش هو ليش صار جرانيوليشن؟ الجرانيوليشن كيف قلت لك مش يفصل ما بين الجهة الميتة والجهة الحية، مش يدير كيف العازل يقول فكني منها جهة أو تجيني مرة. تكوين الجرانيوليشن حيبدأ يكون في كيف الجروف، كيف الجروف، كيف الخط. تمام، يعني كيف الحفرة، حفرة لهيئة كيف الوادي الطويلة مع بعض. تبدأ تكون في كيف الجروف، جروف 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 جروف. الجروف يبدأ يزيد، تبدأ تنحت فيها تنحت فيها تنحت فيها تنحت فيها. لأن مرة شنو يصير؟ مرة يبدأ الجانجريس اريا أو الجانجريس لم يبدأ ينفصل على الهيلثي لم، فيبدأ يصير في كيف السيبريشن، أو يصير في كيف الامبيوتيشن، قص تنقص بروح بروح. شيء يجي اسمه، يقعد اسمه هنا الاوتو امبيوتيشن. تمام، ليش صارت اوتو امبيوتيشن؟ ديو تو لاين اوف سيبريشن او ديو تو فورميشن الجرانيوليشن اللي صارت، اللي طلعت من هيلثي سيلز كونت كيف الجروف. الجروف مع الوقت يبدا ينحت في اللمب، ينحت في اللمب، يعني يدير لي امبيوتيشن. لكن الامبيوتيشن ما صارش في المستشفى، ما صارش عن طريق جراح، صار بروحه بروحه الجسم هو لي دهرة. فهذا ليش سموا فيه الأوتو أمبيوتيشن. تمام، هذه باختصار للدراي جانجرين. تمام، ديروا لها ريفيجن سريع سريع في دقيقة. إن الدراي جانجرين قلنا المين كوز متاعها اللي هي الإسكيميا، وقلنا الإسكيميا لازم تكون جرادوال إسكيميا، وخذينا شنو هن الأسباب اللي ممكن يؤدن إلى جرادوال إسكيميا، كيف الثرومبوسس، كيف الإمبوليزم، كيف البيركرز ديزيز، كيف السيرجيكال ليجيشن. وخذينا الفيتشرز اوف الترايجانجرين، الحاجات اللي مميزه في الترايجانجرين، قلنا اللي هي البلاك كلر نتيجه ان في ديجريديشن اوف الهيموجلوبين كون لي الايرون سلفايد. الفاور سميل اللي قلنا انشات نتيجه تكوين الهيدروجين سلفايد، اللي هو انشا عن طريق السابروفايتك او السابروفيتك بكتيريا على سبيل المثال كيف الباسيلس سبتايلس. وخذينا ايضا الدراينس ديو تو الفلويد ايفابوريشن، وعرفنا شو الفرق ما بين اللاين اوف ديماركيشن واللاين اوف سيبريشن. تو حنبدأ في النوع الآخر اللي هو الويت جانجرين. بالنسبة للويت جانجرين أسهل وأبسط وأتفهم الدراي جانجرين، نفس الفكرة. طبعا نحن الويت جانجرين خذين عليه معلومة واحدة عن تو، قلنا هي نسبة الليكوفاكتيف نيكروسس حتكون أكثر من كوأجريتيف نيكروسس، صح ولا لا؟ نفس الفكرة حنجو حتى هي بنعرف شنو هو الكوز متاعها، شنو هو السبب. قلنا السبب بطبيعة الحال شنو حيكون؟ إسكيميا. ليش؟ لأن قلنا نحن 90 أو 95% من أسباب الجانجرين هي الإسكيميا. فأنا عندي هنا إسكيميا أدت إلى جانجرين. لأن تو ما فيش حاجة تغيرت، نفس الدراي، لكن بنقول لك أن الإسكيميا اللي صارت حتكون صدن إسكيميا مش جرادوال. هذا اللي يفرق ما بين الدراي والوت. أنا غادي بعد قلت لكم اسكيميا، وخذينا اسباب الاسكيميا اللي تصير في الدراي، لان كيف الترومبس والامبوليزم والسيرجيكال ليجيشن والبيركرز ديزيز، هذين كل اللي سميته الكام تو كل يؤدي الى جرادوال اسكيميا مش صدن. لكن في حاجات او في اورجانز معينه في الجسم من سهوله جدا انه يتعرض الى صدن اسكيميا. من ضمن الاورجانز هذين اللي هن الانتستين. ليش انتستين؟ توا نرسم لكم الانتستين. هذا الانتستين تاعنا مغطى بالمزنتري. طبعا شنو يجري فيه الانتستين؟ هاي اللي بلود فيسلز، هذين كل البلود فيسلز يغطون في هول الانتستين. تمام، 70 بحاجه اسمها الهرنيا. الهرنيا اللي هي الهرنيا اللي هي الفتك كيف نقولوا. لو نرسمه مثلا هذا الشخص، طبعا انا مش شاطر في الرسم واجد لكن مش الجو خلاص. لو شخص صار له فتق في جهه، شنو صار له الانتستين؟
طلعت عليه هنا intestine. تمام، protrusion of intestine من بوينت معينه في الابدومين، الابدومينال وول، صح ولا لا؟ ده intestine طلعت شنو يسموه فيها؟ يسموه فيها هرنيا. ده لو تاخذوا الانتستين هذينا، طب مش الانتستين او طلعت من فتحه ضيقه انا، صح ولا لا؟ انت تخيل الفتحه الضيقه هذه ضاقت اخرى، او الانتستين هذينا لفن، فشن صار لهم؟ انخنقن، صار لهم كيف سترانجوليشن. بعدين خنقن، طبعا الانتستين فيه بلود فيسلز يمشي فيه، صح ولا لا؟ بعدين خنقن، انا كاني ضغطت على البلود فيسلز، منعت البلود انه يمشي في الانتستين، وهذا صار فجاه، فيصير لي كاتنج اوف بلود سبلاي فجاه على اول الانتستين اللي هي طلعت. ففي نوع خاص من الهرنيا يسموه فيه strangulated hernia، strangulated hernia. strangulated hernia هنا حيصير لي cut مفاجئ للبلد سبلاي الانتستين، فهنا حيشين حيصير لي؟ حيصير لي جنجرين في الانتستين، والجنجرين of intestine هنا صار لي فجأة. هذا ليش النوع الجنجرين اللي يصير لي في الانتستين وات جنجرين؟ هذا واحد من الأسباب. تاني حاجة، مش قلت لكم إن أنا في فيديو سابق أن الليكويفاكتيف نيكروسز يصير لي في النون سوليد أورجن كيف البرين والإنتستين؟ هذا السبب الثاني، أن ليش الإنتستين يصير له ويت جنجرين. تمام، فالنوع الأول أو الكوز الأول اللي هو الاسترانجوليتد هيرنيا أدي لي إلى السادن إسكيميا، والسادن إسكيميا أدي لي إلى ويت جنجرين. تمام، حاجة أخرى، في حاجة أخرى، ديزيز آخر حنأخذوه إن شاء الله في السيستميك في الجي آي تي، حاجة اسمها تصير أكثر حاجة في البيدياتريك في الأطفال، حاجة اسمها الإنتو سسبشن. الانتو سسبشن كيفه؟ لو هذا الانتستين تاعنا، هذا الانتستين، تخيل انت الانتستين، خذ الانتستين هذا وحطهم في بعضهم، يعني هذا الانتستين وهذا الانتستين، خليني خشن في بعضهم، فيبدا الانتستين يجي الشكل نتاعها هيك. تخيل هذا الانتستين بدايه الانتستين نتاعي، والاخر شنو خش فيه قاعد مقيلك، انضغطن في بعضهم. تمام، هذه يسموا فيها الانتو سسبشن، لها اسباب ولها طرق علاج بروحها، خليها بعدين. المهم بعد صار لي انتو سسبشن، ضغطت هنا فجاه، يعني كان الانتستين خشن في بعضه، شنو صار لي؟ صار لي كاتنج في البلد سبلاي. شنو نوع الكاتنج؟ صدن، صار ادت الى صدن اسكيميا وادت الى جنجرين. تمام، حاجه ثالثه اخرى اسمها الفولفولس، هتيجي في الانتستين، فولفولس. شنو الفولفولس هذا؟ لو انا مثلا الانتستين في الجسم تاعك جوا قالت زي الانتستين جوا ان ذا بودي، لو الانتستين هذينا لفن على بعضها، لو تشوف الجزئيه برمت هنا لك لفت قالتك تحولت من هيك قالتك الشكل نتاعها، نفس الفكره كان استرنجوليت هيرنيا لكن صارت جوا في الجسم بدون اي هيرنيا، لفت شن لفت جوا بروحها بروحها. هذا الزيز يسمو فيه الفولبلس، نفس القصة، بعد لفت فجأة درت لي كيف العقدة، كيف الربطة هنا، الربطة هنا ضغطت على البلد فيسلس، انقطع البلد فيسلس على انتستين، فأدت لي إلى صدن إسكيميا، صدن إسكيميا أدت إلى ويت جنجرين. تمام، سهل، كيف ما قلت لكم، اعرف أنت السبب الرئيسي، بعدين شوف شنو الأسباب اللي أدن إلى السبب الرئيسي هذا، هيك حتوصل وحتقد الحكاية تسهل معك واحدة واحدة وتبسط معك أكثر وأكثر. تمام، هذه هي بالنسبه للوت جانجرين، نفس الكريتيريا، نفس الكريتيريا بتاع دراي جانجرين، ما عندها حاجه واحده بس تميزها، وهذه فيري فيري امبورتنت، هذه محطه سكيو، ان في الوت جانجرين نو فلويد ايفابوريشن، هذا ليش نحن سميناها وت. تمام، اخر معلومه نبيكم تعرفوها على الوت جانجرين، مش قلنا نحن الوت جانجرين تصير اكثر حاجه في الانتستين؟ انا عندي هذا الانتستين اكثر مكان في البادي ممكن تلقى فيه بكتيريا، ليش؟ لانه انا في ستول، والستول هذي عباره عن بكتيريا، كلها بكتيريا. لو انا صار لي جانجرين في الجهه هنا وانا عندي بكتيريا هنا، واصلا هو المكان صار فيه بيترفاكشن، تعفن، وزاد فيه بكتيريا اخرى، فقال لك الويت جانجرين عنده هاي ريسك اوف توكسيميا، فهذا لازم يصير له تدخل جراحي جد سريع جدا. اي شخص يصير له سترانجليت هيرنيا، يصير له انتوسبشن فولفولس، هذا لازم تدخل جراحي سريع باسرع وقت ممكن، مش نحن تجنب قصه التوكسيميا هذه
نشأت نتيجة البكتيريا اللي موجودة في الانتستين. يعني البكتيريا اللي بتوصل للبلد، البلد البكتيريا بتوصل للبلد تفرز التوكسينز بتاعتها فتؤدي إلى التوكسيميا، التوكسيميا تؤدي إلى السبسس، والشخص تغري حيموت. تمام. هنقول لكم معلومة سريعة برا، ايش الفرق بين البكتيريميا والسبتيسيميا؟ البكتيريا بعد تخش للبلد لكن ما تفرزش التوكسينز بتاعتها، عبارة عن بكتيريا كده في البلد، هذه نسموها فيها البكتيريميا، وهذا الشخص ما يندرج عليها بكل تعتبر اسيمتوماتيك، يعني بدون اعراض، فنسمو فيها البكتيريميا. وهذه مرض شخص تخش بكتيريا في البلد وتنتهي يقتلها الدبليو بي سي بدون ما تندرج عليها بك. لكن لو البكتيريا خشت البلد واطلقت التوكسينز بتاعتها، هنا نسمو فيها التوكسيميا او السبتيسيميا، فتؤدي الى السبسس، وهذه تؤدي الى الشوك، والشخص تهدد حياته بشكل كبير جدا. تمام، هذه برا الموضوع، تبقى معلومه عندك. فهمنا تو شنو هي الويت جانجرين. تمام، تو ما زلنا الغاز جانجرين والانفكتيف جانجرين، وكل سنه وانتم طيبين. بالنسبه للجانجرين نجول النوع الثالث من انواع الجانجرين اللي هو الغاز جانجرين. هذا اللي انتم ما اخذناش منه اي معلومه. تمام، هذا يعتبر سبيشاليزد تايب. تو اغلب انواع الجانجرين يا اما دراي يا اما ويت. مش قلت لكم تو الموست كومن كوز اوف الجانجرين هي الاسكيميا، والموست كومن تايبس اوف الجانجرين لهن يا اما دراي يا اما ويت. فخلاص ما دام ان الموست كومن كوز اوف الجانجرين هي الاسكيميا، الموست كومن تايب اللي هي الدراي او الويت، معناه ان الدراي والويت جانجرين حنا الموست كوز نتاعهم حيكون اسكيميا. تمام، لكن الغاز جانجرين والانفكتيف جانجرين، هذا جانجرين هذين يعتبرن سبيشاليزد تايب. شنو قصه الغاز جانجرين وليش سموه الغاز جانجرين؟ الغاز جانجرين الكوز نتاعه قال لك عن طريق اورجانيزم او سبيشاليزد اورجانيزم خاص يسمو فيه الكلوستريديوم. الكلوستريديوم اورجانيزم هذا وين يعيش؟ الكلوستريديوم هذا يعيش في السويل، في الاماكن الملوثه. لو شخص مثلا عنده وونز او لاسريشن، يعني جروح او تقرحات في الجسم بتاعه، في اللج، في الهند، وخش في مكان ملوث فيه البكتيريا، هذه البكتيريا دغري حتخش خلال الجرح هذا وحتستوطن في السيلز والتيشو في المكان اللي صار فيه الووند. تمام، هذا ليش يقول لك اكثر اشخاص معرضين للغاز جانجرين لهم شنو؟ جماعه ترافيك اكسيدنت او جماعه الحوادث. ليش؟ يعني الشخص بعد يدير حادث او تخبط سيارة او هو يدير حادث وينقلب ويخبط روطة ويتعرض للجروح، مرات تكون انت المكان اللي فيه حادث مكان ملوث، فانت تجي في الصويل او في الارض اللي انت قاعد فيها، فدغري حتخش فيه الكلوستريديوم. تمام، الكلوستريديوم خشت البادي، باش انت بتدير في البادي جوا نرسمه اللق متاعتنا مش نفهمه اكثر واكثر. هذه اللق يعني جت قرعة كبيرة شوية، لكن يلا لو نفرض هذه الكلوستريديا، تمام، شخص عرض الأكسيدنت عنده ووند لاسريشن خش في الصويل، المهم كل إن الكلوستريديا وين خشت في اللمب. شو أنت بتدير الكلوستريديا؟ الكلوستريديا أول ما تخش جوه هنا تبي تفرز تو إنزيمز، واحد اسمه الهايلورونيز انزيم، و فايبرينوليتك انزيم. شنو وظيفه الانزيم زينا؟ تو في الدراي والويت قلنا ان البكتيريا انقطع عليها البلد فقعدت تموت، صح ولا؟ الدايجيشن اوف بكتيريا، لان البكتيريا ما عادش وصلها بلاد، ما عادش وصلها اكسجين، ماتت. هذا ليش صار لي تاكل في الاماكن اللي انقطع عليها البلد، لكن هنا لا فيه انقطاع للبلد، لا في اسكيميا ولا شيء. بسلز ليش ماتن؟ صح ولا لا؟ هنا سؤال يطرح نفسه. قال لك السلز هنا ماتن وخشن في جانجرين وخشن في نيكروسس. تو في الدراي والويت النيكروسس صارت ديو تو اسكيميا، انقطع عليها الاكسجين، انقطع عليها البلد وخشت، وانقطع عليها الاكسجين وخشت فيها هيبوكسيا، وانقطع عليها اذر نيوترينتس وماتت. لكن هنا البلد اموره ماشيه، اموره سليمه 100%. ليش الخلايا ماتت؟ ليش تاكلن الخلايا؟ ليش صار نيكروسس؟ عن طريق الانزيمز هذين، التو انزيمز اللي هي الهيالورونيز والفايبرينوليتك انزيمز، هذين شنو حيديرن؟ حيديرن الدايجيشن of
tissues يكون necrotic cells أو necrotic tissue. تمام؟ به. نفس الفكرة. solid digestion of the cells تكون necrotic cells. necrotic cells من بتجين؟ بتجين البكتيريا صاحبتنا ذيك النسابرو فتك بكتيريا بتغذى عليهم. شنو بينشأ؟ قولوا أنتم شنو بينشأ؟ بينشأ هي قولوا صح الهيدروجين صلفاي داخل. شنو يعطي؟ يعطي الفاول سميل اللي تبنتها شينا. وقال لك شنو يصير لي اخرى هنا؟ الهيدروجين صلفايد هو عبارة عن غاز صح ولا لا؟ فبيجي لي حاجتين كيف ما قلنا. الحاجة الأولى نحن عرفناها اللي هو بيعطيني خاصية الفاول سميل. بالحاجة الثانية شنو؟ قال لك الهيدروجين صلفايد هذا طبعا هذا اللمب في ماسلز صح ولا لا؟ وتيشوز. شنو بيصير للهيدروجين صلفايد؟ بيجي يترسب ما بين الماسلز هذين وبين السلس كل معبية غاز. شنو هو اللي هو الهيدروجين سلفايد؟ فلو انا جيت الشخص هذا درت له بالبيشن بالبيشن معناها شنو؟ قاعد نضغط له في الكرة نتاعه او نلمس له فيه يبدا تسمع في صوت تربيك طق 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 يسمى فيه كراكلينج كراكلينج او كريبيتيشن صوت طق طق كيف نقول طق 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 طق. عارفين زمان بعد واحد يشري تلفزيون جديد او ثلاجة جديدة تاخذ الشكاره متاعتها تلقاها كيف الكور مليانه هواء تقدر نحن نطربقوا فيها وفرحانين بها تطربيق؟ نفس الفكره بالضبط نفس الصوت. شخص جي تاخذ لك راعه تدير لها بالبيشن تضغط له بعد انت تضغط له الكراعه تضغط له المسلز الغاز اللي بعد قاعد ما بين المسلز يبدا يدير في صوت يبدا يدير في كراكلينج. هذا ليش سموها الغاز جانجرين؟ نتيجه تكوين الهيدروجين سلفايد وترسب ما بين المسلز. بعد انا درت له بالبيشن ده اللي يعطيني صوت الكراكينج. تمام. حاجة أخرى تميز الكلوستريديوم اللي هي في الغاز نيكروسس في الغاز جانجرين سوري إن الكلوستريديوم عيبها إنها تفرز كمية توكسينز رهيبة بك. يعني عندها هاي ليفل أوف توكسينز وهاي ليفل أوف سبريدينج تنشر بسرعة توكسينز بتاعها تكون بسرعة تنشر بسرعة. فهذا ليش الغاز جانجرين نخافوا منه؟ ليش؟ لانه يعتبر عنده نسبه الهاي مورتاليتي ريت طبعا كلمه مورتاليتي معناها موت وريت طبعا معدل. فمعدل الموت بجماعه الغاز جانجرين عالي جدا. ليش عالي؟ لان الكولستريديوم مشكلتها تفرز في توكسينز فيري هاي توكسينز. فلو نحن ما لحقناش بسرعه ودرنا امبيوتيشن للمكان اللي خش فيه جانجرين نخافوا ان التوكسينز يوصل للبلد ودي لي جنرالايز توكسيميا والبيشنت يموت في غضون ساعات. تمام. فبالنسبة لهذا الملخص للغاز جانجرين اللي هي caused by الكلوستريديوم اللي هي متواجدة وين؟ in soil أكثر حاجة. تمام. جي أكثر الأشخاص اللي هم يتعرضوا للاسريشن أو الوونز وخاصين بهم من مجموعة الأكسيدنت هم أكثر حاجة ممكن تصير لهم. الكلوستريديوم بعد توصل للمب تفرز في الهيلورونيز انزيم والفايبرينوليتيك انزيمز اللي يديرن دايجيشن اوف تيشوز الدايجيشن اوف تيشوز هذين بتكون النيكروتيك سيلز يجيها عمك السابروفيتيك بكتيريا اللي هنا كيف ما قلنا اللي هو الباسيلس سبتايلز بتكون لي في الهيدروجين سلفايد غاز. هذا يعطي الفاول سميل ويعطي الكراكلينج او الكريبيتيشن. وقلنا نحن الكلوستريديوم او الغاز جانجرين عنده هاي مورتاليتي ريت. ليش؟ لأن الكلوستريديوم الله يهديها وخلاص عنده نسبة توكسينز عالية ونسبة سبريدنج تاعها عالية جدا فرسك ان التوكسيميا حيكون عالي. تمام. هذا بما يخص الغاز جانجرين كل اختصار بكل سهولة ولميناه كله بإذن الله. توا حناخذ الانفكتيف جانجرين ونكمله ونشطب الجانجرين بشكل كامل. آخر نوع من أنواع الجانجرين اللي هو الانفكتيف جانجرين. من الاسم انت حتستنتج ان الجانجرين هذه او الغرغرينة اللي صارت due to infection بكتيريا فيروس اي حاجة لكن اغلب بكتيريا. لكن طبعا مش حتكون اي بكتيريا لان نحن ديما معرضين للانفكشن بس ما تصير لش جانجرين. معناها هنا الكوز اللي بنعرفه الكوز عندي حيكون by special type of بكتيريا
مش اي بكتيريا، مش اي شخص يتعرض الى انفكشن باي نوع من بكتيريا يصير له جنجرين. في ثلاث انواع انتم مذكرين اللي كان في الشيت، تمام. البكتيريا هذه هي اللي تؤدي الى الجنجرين ونسموها انفكتيف جنجرين في اللحظه هذه. هنحكوا عليها بسرعه بسرعه. اول حاجه اسمها نوما بيودندا. شنو النوما بيودندا؟ قال لك نوما بيودندا هذه نوع من انواع البكتيريا. وين يضرب؟ يضرب الجينيتاليا. الجينيتاليا كيف شنو مثلا؟ كيف سكروتم الميل والفالفا ان فيميل. لقوا ان البكتيريا هذه بتضرب جينيتاليا تستوطن في سكن اوف جينيتاليا، سكن اوف سكروتم او سكن اوف الفالفا. مع الوقت تبدا تضرب لي في السمول كابيلرز اللي غذا في السكن، مع المده حتؤدي الى نيكروسس اند جانجرين ان سكن. هذا ليش صنفوه تحت الانفكتيف جانجرين، تمام. الشخص اللي اكتشفها اسمه فورنر، فقال لنا اكتشفت انني بنسميها باسمي. قلنا له صح لك، مدام انت اكتشفتها والله يسميها باسمك. فالقصة دي كلها يسموا فيها الفورنر جانجرين، تمام. بكل بساطة وبكل سهولة هذا النوع الأول من أنواع الانفكتيف جانجرين. النوع الثاني حاجة اسمها الكانسرم أورس. كلمة أورس indicate to mouth، كيف مثلا أوربيكولاريس أورس، أورس على سبيل المثال. فكلمة أورس بتلقوها ديما indicate to mouth، والكانسرم indicate to ulcer. فأنت كأنك تحكي وتقول أنا إن في ألسر في الماوث، ألسر هي قرحة طبعا. قال لك هذا في نوع معين من البكتيريا يؤدي إلى الكانسرم أورز. النوع هذا اسمه التريبونيما فينسيتي، أو إنه نوعين مش نوع واحد. النوع الأول اسمه تريبونيما فينسيتي. طبعا هذا الكلام المشجع هذا كله هتاخذه في الميكرو، هتاخذوا جميع أنواع البكتيريا بأساميها بعائلات بعلام جميع الأنواع. باي. فأول نوع أن طبعاً الكانسرم أورز سبب فيه two types of bacteria. النوع الأول اسمه تريبونيما فينسيتي. فينسيتي معناها حلزوني، يعني شكل متاعها يكون حلزوني شكلك. أو بكتيريا أخرى اسمها البكتيرويد فيوزيفورمس. بكتيرويد فيوزيفورمس. المهم البكتيريا اثنين هذين أو البكتيرتين هذين الاسم المشجعبات أدى إلى حاجة اسمها الكانسرم أورز. به شنو يدير لي نفس القصة؟ قال لك التريبونيما فينسيتي أو فينسيتاي، في اللي ينطق فيها فينسيتي أو في اللي ينطق فيها فينسيتاي، مش مهم النطق، أهم حاجة تعرفوا شنو هي. التريبونيما فينسيتي أو البكتيرويد فيوزيفورمس تو تايبس أوف بكتيريا ذينا لقوهم بعد يخشن في الماوث والتشيكس. تشيكس لأن شنو؟ شدوك. يبدأ نفس القصة، يبدأ يقطن على السمول بلد فيسلز يغذن فين، ويؤدن في النهاية بكل إلى النيكروسز and جانجرين. طبعا كيف ما قلت لكم بعد نكتب بسرعة الحروف دي رمي جانجرين in mouth and cheeks، تمام. هذا النوع الثاني من الانفكتيف جانجرين. اخر نوع من الانفكتيف جانجرين مش نشطبوه الجانجرين كله، حاجة اسمها الميلينس جانجرين. ميلينس جانجرين شنو قصتها الميلينس جانجرين؟ قال لك هذه تكون ات وين تكون؟ ات سايت اوف درين. شنو معنى درين؟ توا لو نفرضوا هذا جسم انسان، تمام. هذا الابدومن الول وهذا تشيست. في بعض الامراض كيف بلورال ايديما او بريتونيال ايديما او ابسس، تكون ميه في الروايه او ميه في البريتونيوم او ابسس في البلورال كافيتي او ابسس في البريتونيوم. كيف يطلعوا فيه الابسس هذا؟
ياخذوا في توب يحطوا فيه اما في تشست لو كان المشكله في البلورا او لو المشكله في الابدومين يحطوا في توب يبدا يدور الفترين يبدا يفرغوا فيه اما في الميه يا اما في الابسس اللي تكونها. تمام. في السكن نفسه في بكتيريا فلورا يا اما تكون ستريبتو يا اما ستاف، هذه قاعده بكتيريا اسكن. لو شخص مثلا شغل المستشفى وعنده مثلا بلورال افيوجن او في ميه في بلورا او عنده مشكله في البيريتونيوم سواء ابسس او بلورا وجو دورولا درين لكن ما عقمولش تشيست او الابدومينال وول كويس، فالبكتيريا ستريبتوس هذه هتدخل مع شنو؟ هتدخل مع التوب اللي حطوه وتكون في المكان، عند المكان اللي صار فيه درين هذا سكن وما حوله عند مكان الانجري اللي صار هتبدا تتكاثر تطلق التوكسين بتاعتها وتغطي على السيلز اللي هنا المحيطه او ات سايت اوف درين وتؤدي في النهايه بكل الى نيكروسز وغانغرين وين ات سايت اوف درين. تمام، هذه يسموا فيها البيلينس غانغرين، تكون ات سايت اوف درين او ات سايت اوف درينش عاده تكون في التشست او الابدومينال وول او اي مكان. تمام، ليش؟ لان هذين اكثر مكانات يصير فيهن درينز، تو ان شاء الله في تنخامه تاخذون بالتفصيل. تمام، هذه هي الانفكتيف غانغرين، كيف ما قلنا مش اي نوع بكتيريا، حتكون في سبيشال تايب اوف بكتيريا تؤدي لي الى غانغرين. تمام، وبهكي والحمد لله كملنا الغانغرين بكل بساطه وبكل سهوله وحاولنا نسهله ونبسطه اكثر ولمينا جميع المعلومات الموجوده في شيت الجامعه ولخصناها ونظمناها تنظيمه كويسه. تمام، بإذن الله الفيديو الجاي هناخده الأبوبتوزس بعدين نخشوا في مواضيع جديدة في باقي الجنرال إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق.